السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم معنا موقعين لربح العملات الرقمية. الموقع الاول بيدفع بعملة سولانا، الموقع الثاني في مجموعة مميزة من العملات الرقمية ممكن نسحب منها على الفوشيت بي، كمان فيني استخدام السولانا. طبعا اصدقائي خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقعين ونسحب منهم على الفوشيت بي. طيب بسم الله نبدأ. اول شيء التسجيل بدون الموقعين جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مقتصرة، اللينك بياخذك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في الروابط مباشرة داخل المنشور طبعا لهي المواقع. بالنسبة للموقع الأول بس بروح كلمة ساين إن، بحط هون إيميلي داخل فوشيت باي، طبعا بحطه بالشكل الصحيح، بتأكد من الأحرف صحيحة ما في أي أخطاء، بحل الكباتشا ساين إن، بضغط عليه بيكون أنشأ لي حساب طبعا وسجل دخول الموقع إذا أنا أول مرة بستخدمه. طبعا هذا الموقع فيه ثلاث وسائل للربح، عندنا صنبور وعندنا روابط مختصرة وعندنا افلييت او رابط الإيحالي. بالنسبة للصنبور اضغط عليه، طبعا هذا الصنبور بيعتمد على الوقت، كل ما طولت اكثر لحتى فت لهذا الصنبور بصير بيعطيني كميات اكثر، وممكن فيني اتاخر 24 او 48 ساعة لكل مطالبة، كمان بصير بيعطيني كميات افضل، لكن انا بفضل كل ساعة فوت طالب من الصنبور مشان اجمع اكثر. اول شيء فيه يعني نوافذ مبصقة بس بسكرها، هذا شكل الصنابير دائما فيه هذا الشيء. بعدين بروح على كليم ناو، بعد ما اضغط على المساحات الفاضيه وسكر النوافذ الموسيقى بضغط عليها بيعطيني هون كاباتشا، حليت الكلاود كلير عندي بشكل اوتوماتيك. طبعا لازم يكون الاتصال عندك جيد، بروح على كلمه كليم هاي اللي هون، سكر هاي النوافذ الموسيقى وبضغط على كلمه كليم وبنتظر تحميل الصفحه. طبعا دفع لي الموقع 3985 ساتوشي من عمله سولانا، كتير كويس اصدقائي على مطالبه صنبور. طبعا انا لي 3 او 4 ساعات ما طلبت، فهلا بروح على الفوشيت باي بحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت باي حتى شاهد الدفعة اللي وصلتني من هذا الموقع. شايف اصدقائي 3985 ساتوشي سولانا نورمال بيمنت، هذا هو الموقع سولانا فوشيت، هذا هو التاريخ اصدقائي. فيني بعد 10 دقائق ربع ساعة او نص ساعة ارجع طالب، وطبعا فيني اشوف من كليم ريت هون تشيك ريت، فيني اشوف الوقت اللي بيعطيني اياه، بعد 5 دقائق بيعطيني هالقد، بعد 10 دقائق بيعطيني هالقد، طبعا بعد نص ساعة بصير هالقد، 4 ساعات هي الكميات، ممكن ضل 4 ويك ما فوت يعني اعمل مطالبة صنبور بصير بيعطيني 11000 ساتوشي، وهذا شيء كثير منيح. طبعا اصدقائي هذا الموقع مميز، حاول تستفاد منه، ممكن ما يستمر معك اشهر وسنوات لكن حاليا مدفع بشكل مميز استفاد منه طبعا خلال هذه الفترة. في عندنا الطريقة الثانية اللي هي شورت لينك او روابط مختصرة داخل هذا الموقع. طبعا هون هيك بيوجهني للموقع الثاني اللي حكينا عنه، طبعا هدول الموقعين لمالك واحد، تمام اصدقائي، هذا الصنبور وهذا الرابط مختصر هو اللي بيفتح معي الموقع الثاني. كمان نفس المبدأ، بالبداية راح اطلع انا اعمل لوج اوت مشان اشوف فيكم طبعا اصدقائي كيف بندخل الحساب. نفس الشيء لوجن وريجستر، بحط هون ايميلي يفترض يكون محطوط بالشكل الصحيح، تمام اصدقائي، لوجن وريجستر احيانا بيعطيني كاباتشا. طبعا تفتح مع هاي الصفحة بدعم كل هدول العملات الرقمية من ضمن السولانا اللي أنا عم استخدمها مع هذا الموقع. كمان الموقع بيعطي كل عدة ساعات بونص دبل، بصير بتكسب دبل من الروابط المختصرة اللي بتتجاوزها داخل هذا الموقع. راح اختار اول شيء انا العملي، فيني بدل بين هدول العملات كلهم، مثل ما قلنا انا ما اختار سولانا، اذا ضغطت عليها راح يعطيني المعادل تحت بالسولانا. بعض هاي الروابط المختصرة صعب، بعضها متوسط وبعضها سهل، تمام اخي الكريم. كل رابط له قيمة معينة وعدد مطالبات معينة، هون 8900 ساتوشي، كمان هون 8900، هون 11000، لكن شوي صعب. كمان في ريفرال بروجرام خاص بهذا الموقع اللي تابع للموقع الاولاني، وهون كمان في افليت او رابط إيحالي خاص بالموقع الاساسي. وفي عندنا روابط سهلة كمان هون ب 8000 ساتوشي، الاف سي دوت ال سي 8000 ساتوشي سولانا كثير كويس، والاكسي ب 2200 كمان كتير كويس. راح اتجاوز هذا مثلا وراح اتجاوز هذا خلال الفيديو، سهل عليكم الموضوع. طبعا بالنسبة للاف سي دوت ال سي بروح على فيزيت اند كليم، وجهني للرابط المختصر، بنتظر تحميل الصفحة بشكل كامل. طبعا مثل ما قلنا نحن ما بنحمل او اي شيء من هاي الروابط وبنسكر النوافذ المنبثقة، مع تحميل الصفحة بالكامل بروح على كلمة كليك هير، اعطاني الصفحة اللي بعدها، كمان بنتظر تحميلها بالكامل، اي نافذة منبثقة بالمساحات الفاضية بسكرها. طالما كاتب لي هون كاباتشا بتأكد انه تحملت الصفحة بالكامل، لانه في كاباتشا بتكون داخلية اغلب الاحيان. بعدين بضغط على كلمة كونتينيو، اعطاني هون عدادة رقمي، بنتظر اكتمالها. عند اكتمالها بيظهر لي كلمة جيت لينك، بضغط على المساحات الفاضية وبسكرها. طبعا روابط مختصرة عندها هاي الطريقة، هاتا تكسب هي ونحن بنكسب بنفس الوقت، يعني شيء متبادل، تمام. روح على جيت لينك، بسكر هاي النافذة المنبثقة
وبنتظر رجعني للموقع المشروح واخذنا 8952 ساتوشي سولانا، راحوا على الفوشيت باي. روح على الفوشيت باي، بحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة في فوشيت باي حتى شاهد الدفعة اللي وصلتني من الموقع. شايفين اصدقائي 8952 ساتوشي من عملة سولانا نورمال بيمنت. هذا هو التاريخ، هذا هو الموقع الثاني اسمه بيد لينك بي تي سي شورت لينك، تابع لهذا الموقع الاولاني. كمان رح نتجاوز رابط مختصر ثاني بالصفحة هون رح نحدثها، رح يروح عندي هذا الرابط او يصير فيزيتد. بكره فيني ارجع شاهده تمام او اتجاوزه. راح اختار هذا الاكسي كمان سهل ب 2200 ساتوشي فيزيت اند كليم. كمان بنتظر تحميل الصفحه بالكامل وبسكر هاي النوافذ المزعجه. بعدين بروح على كونتينيو وبضغط عليها بس يوقف عندي تحميل الصفحه تمام اصدقائي مشان يكون الشغل عندي صحيح. كمان بنتظر اي ام نوت روبوت، بسكر النافذه البصيقه وبعيد الضغطه. طبعا هيك اعطيني اخر مرحله اللي هي العداد الرقمي. طبعا انا احتياطيا بضغط على المساحات الفاضيه وبسكرهم. العمل على الموبايل اصعب شوي من العمل على جهاز الكمبيوتر مشان اكون صريح، يعني هون اسهل الشغل بالنسبه للروابط المختصره. برجع بعيد جاتلينج رح يرجعني للموقع المشروع. تمام اصدقائي اخذنا 2238 ساتوشي سولانا، راحوا على الفوشيت باي. اذا رجعت على الفوشيت باي وحدثت صفحه الدفعات داخل المحفظه الوسيطه فوشيت باي حتى شاهد الدفعة اللي وصلتني من هون، هاي هي 2238 ساتوشي سولانا نورمال بيمنت. هذا هو التاريخ، هذا هو الموقع أصدقائي اللي سحبنا منه كمان من دقائق أو حتى ثواني، يعني الربح سريع من هذا الموقع. إذا حدثت هون كمان راح تصير عندي باللون الباهت، بعد 24 ساعة فيني أرجع طالب من هذا الرابط. تمام أصدقائي فيني أشتغل بكل الروابط مختصرة، اختار السهلين. هذا سهل رح أدلك عليه، هذا سهل، هذا سهل، هذا سهل، وهذا سهل. طبعا كمان اللي تحت الاطبال الاو اي اي سهل، تقريبا الكل سهلين ما عدا اول اثنين هدول شوي صعبين. تمام اصدقائي الباقي تقريبا كلهم سهلين. هون في رابط حالي من كلمه ريفرال، اضغط عليها بظهر لي رابط الحالي الخاص فيه. بزور الاصدقاء لنستفاد من الموقع بشكل افضل. تيخي كريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. كمان الافليت موجود بالموقع الاولاني اللي هو سولانا نتورك. طبعا اصدقائي راح احط لكم انا بصندوق الوصف مجموعه من المواقع كلها ممكن نكسب منها عملات رقميه بطريقه سهله ونجمع منها مبالغ منيحه يوميا. طبعا اصدقائي بعيد وباكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه الباير الفوشيت بي وغيرها، اي مجال من مجالات الربح من الانترنت انت عندك عليه سؤال اكتب لي اياه بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.